أهلين دكتور حبيب، مرة أخرى نحن جد فرحانين لهذا اللقاء. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن يعني الموضوع مسيلمة وموضوع يعني سجع وتجع بالحاء طليحة، وصلنا لطليحة الأسدي، وطليحة الأسدي لسه ما بدينا نحكي عنه. عند هو قبيلة الأسد وقبيلة الأسد بأيامها، نعم، ليس عندها تقرير بمحل معين، عندها فرسان، وأول حملة بعد معركة أحد، نعم، خاف محمد أن تتجمع قوات أسد مع قوات قريش لتهجم عليه، فإذن بعث ناس وغزوا قبيلة طليحة، معناها التعدي جاي من الإسلام ضد طليحة. نعم. طليحة طبعا اشترك بعدين مع أهل قريش بمعركة الخندق وإلى آخره، ويقال أن عام قبل وفاء الرسول أتى عنده طليحة وغير الموقف فقال: نعم. إنني أتبناك، أعطيك البيعة، نعم، أعطيك البيعة وأسلمك إلى آخره. نعم. مع أنه بعد بالخمس سنين الماضية كان ادعى بنفسه أنه كمان رسول النبي. نبي. نعم. نبي. نعم. لما قرب وقت وفاء الرسول غير موقف طليحة مرة جديدة، نعم، وصل بقوات عظيمة حوالين محل ما يموت فيه الرسول، وهدد لدرجة أن المجتمعين، نعم، بثقيفة بني سعيدة، نعم، انجبروا خوفا من المشاكل أن يجتمعوا، وقرروا أن يحطوا أبو بكر في السلطة. نعم. عندما وصل أبو بكر على السلطة، نعم، وشاهد هذا الوضع، بعث فرصة قوية ضد طليحة وطرده في سوريا. نعم. ما لاحظته أستاذي أنه طليحة هذا هو ابن خويلد، ابن كذلك ابن نوفل ابن أسد الأسدي من قبيلة الأسد، نعم، هو كان قائد القبيلة، نعم، فهناك تشابه بينه وبين خديجة بنت خويلد ابن أسد، سويد، نعم، خديجة، أيوة. هناك تشابه في الأسماء، مظبوط، يعني شيء ملفت للنظر. بعدين وفي عندك نوفل كمان، نعم، ونوفل كانوا إخوة، يعني خويلد ونوفل كانوا إخوة. بالنسبة للشخصية أخرى، لكن ننتهي مع نعم تفضل طليحة. بعد موت أبو بكر انتمى جديدا لعمر، نعم، ودخل بحرب الفتوحات، نعم، وفي معركة القادسية، وتوفى بمعركة نهاوند. آخر مدعي بالنبوة هو أسود، نعم، أسود بن كعب العنسي، نعم، في اليمن. كان في هذه الأيام اليمن تحت سلطة قريبة للفرس، نعم، والقرابة للفرس عملت أنه كان هو نصفه يمني ونصفه فارسي. فارسي، نعم. فإذن يقال أن قبل موته الرسول قال: خلصوني عنه. ثم هناك بضعة صغيرة من الإسلام دخلت على القصر، كان عنده قصر عظيم، نعم، وقتلته قبل موت الرسول أو بعده، لكن مهما كان الزمن قريب جدا، نعم، هذا ما نعرفه، نعم. عندما توفى الرسول نرجع إلى مسلمة طالب بالسلطة، نعم، إذن بعثوا ضده خالد بن الوليد
وبعد معركة انداريا بعقربة نعم قتل قتل مسيلمة أو مسلمة بيد عبد اسمه وحش وكذلك مبدئيا انتهت حرب الرضا. أن حرب الرضا هي التي برزت بعد موت الرسول لأن أكثرية القبائل رفضت أن تدفع الزكاة. نعم. مع أنه أقلية قبلت بالرسالة ولكن رفضت الزكاة. الزكاة يعني. يعني عملوا الحرب ضد. يعني ارتداد سياسي. نعم. أكثر شيء. لما أتكلم عن زكاة يعني فيها سياسة. نعم. في أمان. نعم. حينئذ هناك سؤالات تطرح. هل هؤلاء المتنبيين؟ الأنبياء. متنبيين. نعم. متنبؤ. أو مدعين. دعوا عن نفسهم أنبياء. نعم. متنبيين. نعم. هل هما يمثلوا طيارا سياسيا آخر؟ هذا هو هي النظرية الجديدة التي تظهر إلى التاريخي يقرأ التاريخ بعيون غير محادية مربوطة يعني بأفكار مهما كانت. نعم. أوكي. أذن. نرى الشيء التالي. أولا مسلمة الذي كان بوسط الجزيرة وعنده مركز عظيم. نعم. كان قبله قائد القبيلة والذي توفى ب630 اسمه حوزة ابن علي، وهذا كان عنده علاقات قوية مع بلاد الفرس لأن المركز الوسط الذي هو موجود فيه سمح له أن يكون بوسط التجارة بين بلاد العراق التي كانت تحت سلطة الفرس. نعم. واليمن، فهذا مركز جوهري. كذلك مثل ما قلنا أسود كذلك مرتبط باليمن. نعم. قبل بالفرس. مزبوط. نعم. وسالح سجة آتية من منطقة موصول التي كانت تحت السلطة الفارسية. نعم. فإذن وآخر نقطة الذي تلفت النظر أن الطريق الذي تشرف عليه القوافل الآتية من الشمال إلى جنوب من فلسطين أو من سوريا إلى اليمن. نعم. مدينة يثرب عليها. نعم. فإذا عندما يغزو محمد القبائل يغزو ضد السياسة الاقتصادية الحبشية، إذن الحبشيين ليس مرتاحين بالوضع الذي حصل ويفضلون تغيير السياسة. حينئذ نرى أن استلام السلطة بيد أبو سفيان والأمويين الذي ساعدون أبو بكر وعمر لاستلام السلطة قلب كل وضع السياسي الذي كان موجود بالجزيرة. نعم. كله فإذن ردة فعل أنه انفتحت الطريق التي تأتي من الشمال للجنوب للتجارة الحبشية. وثانيا عندما قتلوا مسلمة قطعوا طريق الذي تستعمله الفرس. وثالثا بقتل أسود كذلك ضعف مركز الفرسي. نعم. فإذا نرى أن مقتل محمد، لأنه مثل ما قالت السيدة بالمحاضرة اللي قبلها سوف يكون الحبشيين قتلوا، لأن هناك نص يقول أن السم الحبشي قتل محمد. نعم. دكتور الوقت انتهى تقريبا. أوكي. فأحتاج فقط لتوضيح نقطة صغيرة. أيوة. وهي موضوع الأحداث التاريخية، هل هي أحداث بحسب رأيكم هل هي موثقة أم فقط يعني ما تقوله السردية الإسلامية اللي آتت بعد تقريبا؟ هذه فكرة جميلة جدا، لأن نحن نعرف أن هناك مواد علينا معلومات داخل الإسلام وخارج الإسلام. نعم. مثل لما نرى السياسة البيزنطية أو السياسة الساسانية عندنا معالم، لكن هنا كل حرب الرضا المعلومات
التي عندنا كلها إسلامية داخل الإسلام. نعم. فإذن نجرب أن نفهم من وراءها. نعم. والذي يبرز من وراءها أن هناك عدة أشخاص تداعت النبوية بالجزيرة. نعم. على كل حال عندما طلب مسلمة السلطة على أساس أن محمد هو رسوله. نعم هو رسوله. أوكي. رسوله. أوكي. أشكرك. أشكرك الدكتور على هذه الفصحى في التاريخية. أشكرك جزيل الشكر وأتمنى لقاء آخر وفرصة أخرى. شكرا لك دكتور.